أخبار الرياضة نقدمها مباشرة من الجزائرية الإخبارية. مشاهدينا أهلا بكم، والمستهل بأخبار كرة القدم، حيث يسدل الستار اليوم على البطولة العربية لكرة القدم لأقل من 20 عاما، حيث يلعب في هذا الأثناء أقول النهائي الذي يجمع بين المنتخب المصري والمنتخب السعودي، وتشير النتيجة في آخر دقائق المرحلة الأولى إلى التعادل السلبي. نتابع جانبا من هذه المباراة بتعليق عبد العزيز بن سالم. الرياضي الذي يجمع خيرة شباب العرب، صلاح الدين مصطفى الذي كنا نشاهد واحد من أفضل لاعبي منتخب مصر في هذه الدورة، منتخب المصري الذي أيضا يستعد لاستضافة كأس إفريقيا تحت 20 عاما السنة المقبلة، وقبل ذلك ستكون هناك تصفيات. هذه عرضية، كرة للمنتخب المصري، رأسية كانت فيها خطورة، لكن التركيز هنا غاب على المهاجم المصري. شوف الإعادة، العرضية ممتازة، والاستقبال لم يكن بشكل جيد من أحمد حواش مهاجم أنبي المصري رغم الرقابة. إذن كانت هذه اللقطة للمنتخب المصري، 27 دقيقة انقضت من زمن الشوط الأول لهذه المباراة التي سنوافيكم بتفاصيلها في الدقائق المقبلة من نشرتنا الرياضية. والعودة إلى أرض الوطن، حيث كرم نادي مولودية الجزائر يوم أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حفل احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بمناسبة الاحتفال بالذكرى 100 لتأسيس النادي العاصمي. وتسلم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية السيد عبد الحفيظ علاهم الذي حضر الحفل من رئيس النادي الهاوي لمولودية الجزائر السعودي تركي لوحة تمثل العاصمة وقميص بألوان العميد باسم عبد المجيد تبون، ويحمل الرقم 100 في إشارة إلى مئوية المولودية. وعرف الحفل حضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد أربيقا ووزير الصيد والمنتجات الصيدية هشام سفيان سلواتشي. وفيما يلي نتابع بعض التصريحات التي رصدها لنا أحمد سويلح وما قاله مسؤولو ولاعبو سابقون عن حفل التكريم. أنه عائلة مولودية الجزائر اليوم تلاقات هنا، والله يطول في عمر هذا النادي وإن شاء الله الألقاب لهذا النادي في كل نقولوا في كل توت لي ديسيبلين كيما ماشي لا في كرة القدم إن شاء الله. المسؤولين اللي جاو، كل الاطارات اللي جاو، نشكروا كاع الناس اللي حضروا هذا الحفل هدايا تاع مولوديه الجزائر. الحفله تاع 100 سنه هذه تاع القرن، نظن باللي عام اللي فات ما داروهاش لان كانت الكوفيد وكلش، مي كيما يقول لك المولوديه هذه تبقى دائما في القلوب، وخاصه اليوم وين هذا الاحتفال هذا كان خاصه بال كل اللاعبين القدامى والمسيرين، ونشاهدوا كيما نترحموا على لي كرياو فريق تاع مولوديه الله يرحمهم، وان شاء الله ماشي هذه الخطره الاخرى، ان شاء الله تقدم المولوديه في القلوب الاعوام الجايين ان شاء الله. مولوديه فريق كبير، فريق عريق، لودوايا اليوم لانيفرسير تاعها كما نقولوا 100 سنه، شنتمنوا نتمنوا هذا الفريق ان شاء الله يكون كما نقولوا احنا فريق شهداء هذا الله يرحمهم اللي ضحى وهذا وقدموا لنا. انا لي الشرف اللي لعبت في هذا الفريق، مديت واش كان عندي وحتى هما مدوا لي. نشكر الجمهور بيبليك الكبير تاع مولوديه اللي عطانا كما قال عاوننا النفس، وانا شنقول لك نتمنى لهذا الفريق ان شاء الله القاب والقاب والقاب ان شاء الله. احنا اولاد المولوديه وان شاء الله رانا فرحانين كثير كثير لربي ولم الشمل تاع المناصرين والمسيرين تاع الفريق في يوم سعيد، واللي يهدر على المولوديه ولا التاريخ تاع المولوديه، التاريخ تاع المولوديه يسمى هو تاريخ الجزائر في ميدان الرياضه ولا ميدان النضال ولا، وحنا الحمد لله رانا فخورين باللي المولوديه وتبقى للابد، ونتمناو حاجه برك ربي ان شاء الله الى يوحد الصفوف وتمولوديه ترجع
كما كانت بكري إن شاء الله. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الحفل نسعد باستضافة رئيس النادي ونائب رئيس النادي الهوي أقول رفيق بلامان للحديث عن بعض التفاصيل بخصوص مئوية المولودية. رفيق مرحبا بك. شكرا سمعنا على الاستضافة. نعم رفيق في البداية ماذا يعني لكم هذا الحفل بعد مرور 101 سنة على تأسيس مولودية الجزائر الذي كان في 1921؟ هو الاحتفال بسم الله الرحمن الرحيم والاحتفال بعيد ميلاد عرق نادي إسلامي في الجزائر وهو مولودية الجزائر. ده شرف لنا اللي رانا حاضرين في هذه المئوية. هذا الفريق خلق من أجل النضال وأصبح بعد الاستقلال فريق رياضي بعد ما كان فريق تاع نضال أصبح فريق تاع رياضة متكون من 16 فرع. هاد 16 فرع ماشي غير كرة القدم، هو معروف بكرة القدم لكن معروف وصي بلي زوتر ديسيبلين تاعو. 16 فرع يعني 80% من النخبة الوطنية قاطرة الرياضة في الجزائر. نعم هذا هو هذه هي المولودية. نعم يعني الاحتفال ماذا يمثل لكم؟ ويعني الموعد كان لي اجتمع فيه شمل المولودية من لاعبين من مسيرين سابقين من أجيال مرت على هذا النادي العريق. هو الحفل التكريمي هذا درناه خصيصا باش نتفكروا القدامى ونسيو نلموا الشمل تاع الفريق هذايا، نلموا عائلة المولودية باش العائلة هذه تكون توحد صفوفها وتمشي في درب واحد، يعني نمشيو اوبجيكتيف واحد انه نحطوا في هذا الفريق في المكان اللي لازم يكون فيه. وهذا الحفل يعني احنا كرمنا فيه رئيس الجمهورية لانه كانت الالتفاتة تاعو يعني تصحيح تاريخي كما نقولوا احنا. نعم. العام اللي فات وين بمناسبة المئوية يعني هدى ملعب دويرة للفريق لأنه الفريق هذا بدون ملعب لحد الآن وسيلوتي ترافاي تاع الكلوب، يعني لهذا كان من الأولويات أنه نكرموا رئيس الجمهورية الالتفاتة تاعو. نعم إذا من جهته وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق استبقاء كانت له كلمة بخصوص احتفال نادي مولودية الجزائر بالذكرى المئة لتأسيس النادي متمنيا له كل التوفيق لاستعادة مكانته السابقة محليا وقريا. الفريق الذي يعتبر جزءا من التراث الوطني بحكم يعني امتداده الجغرافي وامتداده المعنوي في نفوس كل الجزائريين، هذه المناسبة نتمناه إن شاء الله التوفيق والتألق لفريق المولودية وإعادة استعادة مكانته في الساحة الرياضية. حقيقة للفريق يعني تاريخ يعني مشيد، نتمنى أيضا أن تكون هذه الذكرى هذه الاحتفالية انطلاقة جديدة ليكون له أيضا حاضر يعني قوي ويكون أيضا له مستقبل أقوى في تمثيل الكرة الجزائرية في الجزائر وفي القارة الإفريقية. تهانينا للجميع وبالتوفيق إن شاء الله. نعم أعود إلى ضيفي رفيق بلامالي نائب رئيس النادي الهوي لمولودية الجزائر. رفيق بلامان يعني على طريق السلف يعني الخلف يحاول ويسعى لتحقيق الأفضل مستقبلا وأنت ابن الرئيس الأسطوري فرحات بلامان صاحب الثلاثية في 1976 يعني وأنت اليوم في ضمن يعني الهيئة المسيرة للفريق الهوي لمولودية الجزائر بصفة عامة، أهداف المستقبلية لإعادة مولودية الجزائر الى الواجهه؟ اقول احنا نحاولوا نسيروا على الدرب. احنا اولاد الفريق، انا تربيت في الفريق، شفت الاب يسير في الفريق مع رجال كان معاه الانسان، الاب ما كانش وحده كانوا معاه رجال الله يبارك اللي حطوا هذا الفريق في المقام اللي كان فيه. رجال اسطوريين المناضلين قبل ما يكونوا مسيرين هما كانوا مناضلين. احنا هذا الفريق هذايا الان نطمح باش نرجعوه الفريق رقم واحد في الجزائر، وحتى البي دي جي تاع سوناطراك يعني طلب من المسيرين باش يوضعوا هذا الفريق
باش يجيبوا نجمه ثانيه. سيت ان غران ديفي على كل حال. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونحطوا هذا الفريق في المكان اللي لازم يكون. نعم، يعني مولودية الجزائر ليس كرة القدم فقط، بل هناك عديد من الاختصاصات لها باع. الفريق الأكثر تتويجا نقول بالجزائر اليوم، ماذا يجب أن يكون بنظرتك كمسير ضمن المسيري اتحاد أو مولودية الجزائر حتى يمكن إعادة المولودية إلى الواجهة؟ شو المولودية، المولودية على كل حال احنا مع استرجاع الفروع اللي كانوا في جي اس بي، مع استرجاع الفروع يعني احنا كملنا في تسيير، في تسيير اللي راهو التسيير الحالي. يعني الرياضات سواء الرياضات الفرديه ولا الرياضات الجماعيه قامت بالدور تاعها. احنا في التسيير الحمد لله دير اوني شامبيون ان بو بارتو، دير بون كانوا شويه مشاكل في الرياضات الجماعيه بصح معليش قعدوا في البوديوم. مي الرياضات الفرديه حدث الابطال تاعنا راهم ابطال في كل الرياضات، في الجودو، في الكاراتيه، في السباحه، في الاتليتيزم، في ذوي الاحتياجات الخاصه، في المبارزه. الحمد لله قلت لك سي ليليت ناسيونال، سي المولوديه تحتوي على ليليت ناسيونال تاع السبور الجيريا. علاش؟ على بها لازم يكون سي لازم الاعتناء بهذه الطاقه الشبانيه، بهذا الابطال طبعا، والاعتناء لازم له طبعا. اذا فريق مولوديه الجزائر الذي تاسس بفكره ثوريه نضاليه اكثر منها رياضيه له باع طويل في تاريخ الجزائر ومحطات يستعرضها لنا علي جعفر في هذا التقرير. لم يكن إنشاء فريق لكرة القدم بالجزائر قبل قرن وعام مجرد نشوة رياضية ولا غمرة شبابية، بقدر ما كان فعلا نضاليا وفكرة ثورية من شباب تشرب الوطنية وذاق ذرعا من ظلم المستعمر. بساحة الشهداء وفي ذكرى المولد النبوي الشريف ولدت فكرة إنشاء المولودية الإسلامية الشعبية أو مولودية الجزائر، فالتقت رمزية الزمان والمكان واقترنت بوطنية الألوان. في المقر الذي احتضن بعدها ميلاد أكبر هيئة إصلاحية في القرن الماضي جمعية العلماء المسلمين بنادي الترقي كانت الفكرة، وبباب الواد كانت البداية ذات 7 أوت عام 21 حينها جمع الشاب الطموح المتقد عبد الرحمن عوف رفقاءه للإعلان عن تأسيس أول فريق جزائري مسلم ينافس الأندية الفرنسية على بطولتها. ظهر النادي للوجود رغم مطبات الإدارة الاستثمارية ودشن أول موسم له في البطولة من درجتها الخامسة، ولم تثنه حيل المستعمر المنحاز لتحقيق الصعود التاريخي إلى القسم الأول موسم 35-36. لم تتأخر المولودية كثيرا في تحقيق أول ألقابها عندما تصدرت البطولة عام 45، وكانت الشعبية الجارفة للعميد ازدادت بعد أحداث 8 ماي 45 حينما أقبل الشباب على الفريق قادمين من الأندية الفرنسية. في ظل التأثير الكبير الذي بات يصنعه فريق مولودية الجزائر ازداد ظلم الإدارة الفرنسية، فقرر مسيرو الفريق الانسحاب من البطولة سنة 56. وخلال الثورة الجزائرية قدم العميد 78 شهيدا من خيرة لاعبيه في صورة بوكرية وفرحاني وباسطة، ومع فجر الاستقلال عادت المولودية وتدعمت بلاعبي فريق جبهة التحرير كالحارس بوبكر والمهاجم أمقران، وبدأ عهد جديد في تاريخ العميد. سنوات السبعينات حملت الجيل الذهبي للفريق، فكان جيل بطروني وباشي وبن شيخ وكاوا، فتوالت الانتصارات والألقاب وصارت المولودية أول فريق جزائري يحرز دوري أبطال إفريقيا سنة 76. في ذلك الموسم الذي سيبقى خالدا في سجلات الفريق والكرة الجزائرية نالت المولودية ثلاثية تاريخية عندما جمعت لقبي الكأس والبطولة إلى جانب النجمة القارية. تاريخ المولودية في كرة القدم الجزائرية بلغ 7 بطولات و8 كؤوس، وتاريخها في بقية الرياضات لا يقل قيمة بل قد يتجاوزه في بعض الاختصاصات، فالحديث عن كرة اليد والسلة والطائرة وعن الدراجات الهوائية والرياضات القتالية وغيرها لا يخلو من ألقاب وتتويجات دولية وإقليمية لطالما شرفت الجزائر ورفعت العلم وما تزال.
وفي حاضر المولودية آمال وطموحات عريضة لإعادة المجد واستعادة الأفراح عاما بعد القرن من ظهوره إلى الوجود. إذن عام بعد القرن رمزية وتاريخ مجيد لمولودية الجزائر رفيق اليوم، يعني بطموح المستقبل، يعني كيف يمكن أن تتجسد يعني هذه الطموحات، خاصة وأن الشعبية كبيرة لهذا الفريق من أجل العودة إلى الواجهة. شعبية معروفة، يعني الرجوع إلى الواجهة، قلت لك يعني الرجوع إلى الواجهة في كرة القدم، في الرياضات الأخرى أكثر شعبية. أخترش الفوتبول هي الرياضة الأكثر شعبية، لكن الرياضات الأخرى الحمد لله تدير الحالة راهي تمشي مليح. قولوا برك باش ترجع للواجهة لازم لو تي ترافاي، نعاود نولي لو تي ترافاي لو تيران لو ستاد لانفراستركتور سورتو لا ستابيليتي والشم. لازم نتحدوا، لازم عائلة المولودية تتوحد باش تكون عندها نظرة بوغ غاردي دون ميم سونس، فور غاردي دون ميم سونس في الانتيري تاع الفريق. لازم نشوفوا الانتيري تاع الفريق قادرين هذا كلوب تاع معجزات. صدقني غير كلوب تاع معجزات، يقول لك كي تمشي المولوديه تمشي للجزائر. اليوم هل كل الظروف يعني متوفره والامكانيات من اجل المضي قدما نحو الانجازات؟ ان شاء الله الظروف والامكانيات تتجسد في الميدان، باش كاينين فولونتي ان شاء الله تتجسد بإذن الله. حتى يعني المئوية اليوم والاحتفال هو حافز ربما للاعتناء أكثر بهذا الفريق وفي كل فروع، يعني لازم يكون الاعتناء في كل فروع. سيت ان كلوب ديكسيبسيون، ما كاش اون ايكيب عندها 16 سيكسيون على كل حال في الجزائر. لازم الاعتناء لازم، علاش؟ باسكو يكونوا عندك شباب تعتني بهم، تكون عندك نتائج رياضيه على المستوى العالي. احنا ما نقولوش لازم نشوفوا غير المستوى الجزائري، لازم المستوى الافريقي والمستوى العالمي باذن الله. إذن فريق مولوديه الجزائر ليس كره القدم فقط، اسم النادي ارتبط ايضا بالتالق والتتويج في اختصاصات اخرى فرديه وجماعيه جعلت المولوديه النادي الاكثر تتويجا في الجزائر. انجازات يلخصها لنا وليد غريبيه في هذا التقرير. كره اليد، كره السله، الكرة الطائرة، ألعاب القوى، السباحة، الجيدو وغيرها، لا أقل من 13 فرعا يضمه نادي مولودية الجزائر. فرع كرة اليد الذي تأسس عام 1964 يبقى الأكثر تتويجا في 28 بطولة، 29 كأسا ولقبي كأس ممتازة، ناهيك عن 10 ألقاب قارية، 9 كؤوس إفريقية ممتازة ولقبين عربيين. والأمر ذاته لدى السيدات ب 26 بطولة، 20 كأسا، 3 كؤوس إفريقية للأندية الحائزة على الكؤوس، كأس ممتازة وكأس عربية. فرع كرة السلة الذي يعد الأقدم إلى جانب فرع كرة القدم، وهو الذي تأسس عام 1921، يضم في سجله 21 بطولة و20 كأسا لدى الرجال و12 بطولة و6 كؤوس لدى السيدات. فرع الكرة الطائرة الذي رأى النور عام 1947 يتميز هو الآخر بسجل حافل، 10 بطولات، 13 كأسا ولقبان إفريقيان لدى الرجال، فيما حازت السيدات على 23 بطولة، 29 كأسا ولقب إفريقي سنة 2014. أما في الرياضات الفردية فلطالما ضمت المولودية في صفوفها أفضل الرياضيين في الجزائر، حيث نجح مؤخرا السباحون والعداؤون تواليا في السيطرة على البطولة الوطنية، عندما حصد السباحون 25 ميدالية ذهبية، فيما أحرز العداؤون 19 ميدالية من المعدن النفيس. وقبلها ببضعة أشهر كرس مصارعو المولودية سيطرتهم بتصدرهم البطولة الوطنية للجيدو بوهران. من جهته فرع الدراجات الهوائية حصد بدوره 6 بطولات وطنية على الطريق وفاز بصدارة البطولة الإفريقية حسب الفرق. هذا إلى جانب فروع المبارزة، المصارعة، التنس والكاراتي، تضمها مولودية الجزائر في صفوفها ما يجعل منها أكبر نادي في الجزائر.
مشاهدينا أخبارنا الرياضية متواصلة، والعودة أيضا إلى نهائي البطولة العربية لكرة القدم التي تجري فعاليتها بالسعودية، والنهائي الذي يجمع منتخب البلد المضيف والمنتخب المصري. في هذه الأثناء المنتخب السعودي متقدم بهدف لصفر بعد وقبل دقيقة نهاية المباراة. التوقعات، توقعات المشاهدين المتابعين عكس سير المباراة التي كانت هادئة جدا قبل أن يشعلها عبد العزيز علي ومهاجم النصر. ونهاية الشوط الأول على وقع تفوق المنتخب السعودي، تفوق مثير وهدف مثير جاء مع نهاية الشوط الأول. أعتقد أن هذا الهدف سيجعل المباراة أكثر جمالا وانفتاحا على الهجوم وروعة من الناحية الفنية خاصة من جانب المنتخب المصري. نتمنى أن نشاهد شوطا ثانيا فيه الأهداف، فيه الإثارة، وفيه جمالية الكرة. وملتقانا بكم مشاهدينا يتجدد مع بداية الشوط الثاني. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نهاية الشوط الأول، في انتظار ما سيكون عليها وما تكون عليه النتيجة في المرحلة الثانية. ونواصل الحديث دائما عن مئوية مولودية الجزائر والاحتفالية التي كانت يوم أمس رفيق، احتفالية وكانت لها يعني رمزية كبيرة لتاريخ المولودية، المولودية التي استعادت اسمها في مختلف الفروع بعدما كانت تحت المجمع البترولي. هل هو اليوم يعني حافز أم ضغط لفروع المولودية من أجل يعني الذهاب بعيدا في عديد المنافسات والحفاظ على التألق في مختلف المواعيد التنافسية؟ طبعا هو حافز، سدير حافز لنا باش سدير باش نكملوا المسيرة ونكملوا المسيرة ونزيدوا نطوروا المسيرة. يعني عندنا نوبجيكتيف سي دو ريفورمي دي زيكيب جون، سدير نعاودوا نوليو بالرياضة الجزائرية، خاطرش حنا لازم نكونوا القاطرة تاع الرياضة الجزائرية ولازم نمدوا ليكزامبل. لي موايا لازم يتبعوا، هذا هو الميساج بيلونسي، لي موي لازم يتبعوا، خاطرش النتائج راهي هنايا، النتائج راهي لهنا، وما لازمش تكون نتائج غير في النخبه، لازم تكون نتائج في الفئات الشبانيه. وحنا نعمل ونحرص باش تكون الفئات الشبانيه عندها مكان في المنظومه الرياضيه الجزائريه. نعم، بمناسبه هذه الاحتفاليه المئويه، من دون شك او ربما كانت هناك بعض القرارات التي ستستبق بدايه موسم تنافسي مقبل، هل من استراتيجيه مقبله على مستوى يعني النادي الهاوي لي يعني المحافظه على النتائج الماضيه؟ الاستراتيجيه المحافظه على النتائج، المحافظه على النتائج، ولازم نعاودوا شويه، لازم نعاودوا نشوفوا نسدد يعني مقارنه بموسم اول اللي استعادت فيه مولوديه. لا، الموسم الاول الاصليه مولوديه الجزائر، الموسم الاول كانت اون سيزون دو ترانزيسيون، حنا قلنا ما لازمش، كان مر الجائحه الرياضيين حبسوا، لازم سدي لي فالي فير ان بيلون. دوك نورمالمون لي بيلون شاك سيكسيون عندها لي بيلون تاعها، راح تدير التقرير تاعها، ولازم نعاودوا نوليو نسدير نعاودوا نرجعوا لا باز ديال فورماسيون دي جون، خاطرش كاين بعض الرياضات كيما كرة، نعاود نولي الرياضات الجماعية، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، لازم تعاود تنهض هاد الرياضات باش تعاود تولي في الواجهة. نشوفوا الفريق الوطني تأهل بصعوبة للمونديال في المرتبة الخامسة، وعلى بالنا باللي ماشي هذه بلاصتو، سيدي البلاصة تاعو لازم تكون في الرياضة. وحنا ك ك كفريق لازم نساعدوا باش تكون نعاودوا نحيوا النخبه الوطنيه باش نمدوا للفريق الوطني ان شاء الله. طبعا، اذا في اخبار انديه الرابطه المحترفه لكره القدم، يواصل فريق مولوديه الجزائر تحضيراته للموسم الجديد من خلال عده تربصات، منها الرفع من الهدف منها قول للرفع من لياقه اللاعبين. المزيد في تقرير امين بن قدوري. مولودية وهران قطب من أقطاب كرة القدم الجزائرية وصانع أفراح الباهية، ماضي مرصع بالتتويجات محليا ودوليا وحاضر غابت عنه الإنجازات. تحضيرات هذا الموسم بشرتها التشكيلة الحمراوية، وكلها أمل أن تعود لسابق عهدها رغم صعوبة المأمورية نظرا للمشاكل العالقة. احنا كما يقولوا الآخر اللي كنا نحوشوا عليه
كل جروب كاع لو جروب يدخل. بدينا صافي دي جور هادي. انا جي سويتي دافوار ان بريباراتير راه جا لونترين دي غارديان حاضر. بقات في لونترينر برينسيبال تبقى توجور عند القضيه تاع عمراني الشيخ عمراني. لو ريست لو ستاج اي بروغرامي. لي جوار يسو دون افون الحق لا فيريتي مالغري الشخانه وكل شيء بصح يسو دون افون راهم يسو انتران دو ترافايي عارفين الوضعيه كي راهي تصاري. لو سول بوان اللي رانا فريمون نعانو منه سي لا ليست ديفينيتيف لي جوار. لا ليست ديفينيتيف الوقت قرب واني كوي ميم با دروك في الدوبي واني قلت لهم وقلت اشاك فوا جو لي ريبيت ما بقالكمش وقت بزاف اسي باش بوريغلي لو بروبليم تاعكم. انا ما نحضرش واحد وما راش الفريق. جيت باش نقدم الاضافه للفريق. سي فري الفريق ما راش في الوضعيه اللي بنادم يكون كما يقول لك اليز وين على بالنا قبل ما نمضي وعلى بالنا الوضعيه تاع الفريق. ما علينا غير نكونوا على وتر والناس كاع راهم يستناو فينا ما حش تكون سهله. تعددت الاسباب والنتيجه واحده اكثر من 20 سنه من دون تحقيق اي لقب وضعيه تتحسر عليها اسره الفريق التي تمني النفس بان يكون القادم احسن وافضل. فريق دائما كما يقول لك يدحرج في نفس الوضعيه مشاكل كل عام يلعب هذا الفريق على السقوط. كي هذا الفريق هذا فريق عريق فريق كبير فريق متواجد بوهران هذه وهران معروفه بالتركيبه البشريه تاعها اللي تنجم كل عام يعني العامل البسيكولوجي ولا يعني ولا والمناخ تاع المجتمع هذا يتو صافي يدير هذه المدينه تبرودوي تعطيك ان بون برودوي فيما يخص اللاعبين وراهم معروفين خرجت اسماء كبيره تنجم هذه المدينه يعني عندها اكتفاء كما يقول لك ذاتي من حيث اللاعبين. لازم تكون طاوله للحوار لان لو ما يكونش فيه الحوار غادي يكون خراب الديار. قلنا باللي ريحوا كاع اللاعبين كاع المدربين كاع المناصرين ريحوا وتحدوا وتفاهموا على كلمه سواء الا وهي ننقذوا المولوديه. تجدر الاشاره انه اتصلنا باداره المولوديه الصوره حول ما يحدث في الفريق الا انها اعتذرت بسبب انشغالها بالتحضيرات الخاصه بانطلاقه الموسم. نعم ونذكر مرة أخرى بنتيجة الشوط الأول والمرحلة الأولى من مباراة مصر السعودية لحساب نهائي البطولة العربية لكأس أو لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة. إذا نشاهد كيف وقع هذا الهدف الذي سجل وهكذا سجل الهدف في الدقيقة 44 لصالح الأخضر السعودي المتقدم والباحث عن لقب آخر أو ثاني على التوالي بعدما توج في الطبعة الرابعة أيضا باللقب أمام المنتخب الجزائري الذي انهزم أيضا. نعم داخل منطقة الجزاء تصويبة خادعت أحمد نادر السيد هدف أول هدف سعودي جاء عبر المهاجم عبد العزيز علي وفي غفلة من دفاع المنتخب السعودي. لاحظوا العيوة تقدم صدد صوبه رائع الهدف التمريرة كانت من القائد مصعب الجوير تقدم منح لنفسه المساحة. هذا يعني الهدف الأول في المرحلة الأولى من النهائي وفيما ستكون أيضا تفاصيل النتائج المرحلة الثانية من البطولة العربية في انتدابات اللاعبين ضمن البطولة المحلية والرابطة المحترفة. التحق رسميا لاعب مولودية الوهران ياسين قنينة بصفوف شبيبة القبائل بعد توقيعه على عقد لموسمين. المهاجم السابق لمولودية العلمة من المقرر أن يلتحق بتربص الكناري للخضوع إلى برنامج خاص وتمارين اللياقة من أجل الاندماج بعد ذلك مع المجموعة فيما تبقى من التربص قبل انطلاق المنافسة أو البطولة بشكل رسمي. من جهتها شبيبة الصورة تمكنت من حسم صفقتين بانتداب كل من المهاجم ضياء الدين بن يحيى وسط ميدان هجوم حسام الدين بيوض اللذان وقع منذ قليل على عقد مدته 3 سنوات قادمين من اتحاد عنابة ونصر حسين داي على التوالي. ويسعى اللاعبين للتألق مع نصوريا الجنوب وتقديم الإضافة لفريقهما الجديد خاصة على مستوى الهجوم.
في خبر آخر، يلعب المنتخب الوطني لكرة القدم مباراتين وديتين شهر سبتمبر المقبل أمام كل من غينيا وغانا، وذلك في إطار استعدادات الخضر لتصفيات كأس أمم إفريقيا بالكوديفوار 2024. ويأتي هذا في ظل سعي الناخب الوطني جمال بالماضي للتعامل مع التغييرات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص تأجيل الجولتين المقبلتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في شهر مارس من العام 2023 بدلا من شهر سبتمبر 2022. احتضن شاطئ زموري ببومرداس الدورة الوطنية لرياضة الريغبي الشاطئية، وموعد عرف مشاركة عدة أندية من مختلف ربوع الوطن. الحدث صنع أجواء مميزة بشاطئ زموري المكتظ بالمصطفين، وحضر عن التلفزيون الجزائري وليد فرحاني. هو واحد من الشواطئ الجميلة التي تزخر بها الجزائر في ولاية بومرداس، وبالضبط بمدينة زموري. الشاطئ الأزرق الكبير قبلة للسياحيين والرياضيين على حد سواء. الريغبي في الجزائر بدأت في 2007 بالنوادي، ومن بعد في 2013 درنا فيدرالية الجزائرية لرياضة الريغبي معتمدة من طرف سلطات الوطن، وبدينا في البرنامج تاعنا اللي هو عنده زوج شطرين. الشطر الأول هو المشاركة في البطولات القارية والدولية والفريق الوطني، والشطر الثاني اللي عنده الأهمية عندنا على حسابنا هو تطوير الرياضة وانطلاق المنافسات الوطنية والجهوية. أنا سي لا بروميير فوا تاعي في الريغبي بيتش، ما بروميير اكسبيريونس، موالف لعب في لو تيغان في لي ستاد اي تو، هذه لا بروميير فوا تاعي. سي اكسبيريونس فريمون مانيفيك، كلش مجد من عند لا فيديراسيون، كاين كلش الحمد لله، ما خصنا والو كما راكم تشوفوا، الجو راهم يلعبوا دوكا اوساز. هي دورة في رياضة الريغبي جمعت عديد الأندية الوطنية المشاركة والقادمة من مختلف ربوع الوطن بهدف التحضير للبطولة الوطنية والتعريف برياضة الريغبي التي بدأت تدريجيا تأخذ مكانا لنفسها على صعيد باقي الرياضات المعروفة في الجزائر. الريغبي أسسنا في 2015 ورانا معها، ويعني اليوم رانا في حدث تاع الريغبي بيتش. هي بليزير كلوب اللي هنا معنا، ويا دي كاتيغوري اوسي يعني اللي راهم معنا حاضرين، اي 12 اي 14 اي 16 اي 18 تانيك، يعني المنافسة بدات على 10 تاع الصباح. حماس كبير وطموح منقطع النظير التمسناه في الأندية المشاركة خلال الدورة، وجميع المشاركين تحذوهم رغبة كبيرة في المضي قدما في هذه الرياضة. نعم، وقبل الختام نشكر ضيفنا رفيق بلمان نائب رئيس النادي الهوي لمولودية الجزائر، شكرا على تلبية الدعوة وكل التوفيق في قادم المشوار. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام أخبار الرياضة، شكرا على المتابعة والسلام عليكم. برعاية موبيليس.